السلام عليكم الزلفلاوين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جي اسكا اخبار تي في، وكذلك جي اسكا اخبار التي تأتيكم دائما بالحصري والجديد طبعا وكلب وجديد على اخبار شبيبة القبائل. حصريا يعني البرتغالي روي المايدا مدربا جديدا لشبيبة القبائل، يعني اليس بفريق كبير وزعيم بلاده أن يستحق مدرب كبير وعالمي. معلوماته الشخصية بإذن الله راح نتكلم عليها في فيديو لاحق. يعني الناس اللي تعرف هذا البرتغالي روي المايدا تعطينا فقط ما رأيها في هذا المدرب. صراحة يعني أنا نظن يعني أنه بعض الأنصار، والله تقدر تقول تقريب كل الأنصار غاضبين لماذا يأتي هذا البرتغالي إلى شبيبة القبائل وليس بالمدرب يعني الجدير لشبيبة القبائل. إلا بنا بلي شبيبة القبائل راهي فريق كبير وممكن راح يعملوا خطأ كبير بهذا البرتغالي يعني. ومن الأحسن أنا نظن لو كان كملوا يعني الموسم بلاصات ممكن فيه أمل، لأنه صراحة في المباراة الأخيرة أثبت أنه محنك يعني تكتيكيا، والخطة اللي وضعها يعني أمام اتحاد العاصمة كانت خطة رائعة، التغييرات كانت في محلها. صراحة هذا الشيء اللي يتمناه كامل جمهور شبيبة القبائل، وعلى بالنا باللي شلف راهي تريد يعني لاصات فقط ينتظروا فيه باش يديميسيوني من شبيبة القبائل وتديه شلف كمدرب أساسي لها. أنتم كأنصار شبيبة القبائل ما رأيكم في هذا المدرب؟ ما تنساش ديرنا لايك وتخليونا الآراء تاعكم في التعليقات باش يوصلكم الجديد إن شاء الله.